هذا الشيخ محمد الأسمري العميد متقاعد، وهو من حرم الله وبيته في هذه الليلة المباركة الشريفة، ويسمعنا كلمات. أنا أذكر في الاستجداد يا شيخ مرة بغيت أفصل، ويوم شفت كلمتك تغيرت المعنويات وارتفعت، جزاك الله خير. وش تقول لهم يا شيخ؟ محافظة على الصلوات في أوقاتها، آمين يا رب. ويعتبرون هذه الدنيا مرحلة قصيرة جدا تنتهي. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. العاقل المتزن اللي حاسب نفسه يعرف أنه خدمة 30 سنة 35 سنة وبعدين مع السلامة. ما هو ب35 الحين الشباب 20 تقاعدون مقدمين انا وعقبا. انا هذه من الخواطر اللي الله يكتب اجرك. الله يجزاك خير، اسال الله يجعلني وياهم من المقبولين. امين امين. دعواتك اخ نايف، ابني نايف، وانت وياهم ابناء صراحه، يعني في مقام الابناء والاخوه والزملاء، ونفتخر فيكم. الله يحفظك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.